اليوم الاتحاد الوطني للشعب المغربي يحتفل في ربوع المملكة بمناسبة هذا اليوم العالمي الذي نؤكد فيه نحن متشبثون بمطالب الموظفين والمستخدمين وعمال الذين ينهجون نهج الاتحاد الوطني للمغربي للتعليم الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة. طبعا هي مناسبة لتذكير الحكومة بمطالب كل العاملين والموظفين والمستخدمين، والذي أكدنا أن الاتحاد الوطني للمغربي للتعليم أن الاتحاد الوطني للشعب المغربي جاهز للحوار، وطبعا يطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي ويفتح الحوار في باقي القطاعات الاجتماعية والقطاعات التي يتمثل له تمثيلية فيها. اليوم أكدنا أن هناك تضييق على الحريات النقابية في الكثير من القطاعات، وعلى رأسها التعاون الوطني وشركة ريضال، التي نتمنى أن تكون هناك حوارات مسؤولة وجادة، وأن بطبيعة الحال لابد نحن أن نؤكد أن مطالب هؤلاء هي مطالب عادلة، فمطالبة بالحريات النقابية لقد ضحى من أجلها الكثير من المواطنين المغاربة، لأننا لله الحمد نعيش في مؤسسات القانون، نعيش في دولة القانون والحق، وبذلك نطلب أن يكون القانون هو الفيصل بين هذه المؤسسات، أي بين النقابة وبين ممثلي الحكومة. طبعا نحن استبشرنا خير مع تعيين دكتور سعد الدين العثماني على رأس هذه الحكومة، والذي أكد أنه سيعمل جاهدا على فتح الحوار وعلى جعله يعني مؤسسا، وهذا طبعا لن يجد في الاتحاد الوطني للشغل إلا العون وطبعا ومده بجميع المعطيات التي يتوفر عليها من مطالب شغيلة مغربية.